بدر. عبد الله، تكلمنا عن الأنشطة والنشاط اللي صار في الفترة الأخيرة، نشاط كرة القدم أو النشاط الطلابي، الطلبة ما عندهم فلوس إنهم يشترون ملابس أو ما دعمتهم الجامعة، وبشكل عام الأنشطة اللي تقومون فيها أنتم كقائمة مستقلة من حسابكم الخاص. وأؤكد أن موضوع النشاط اللي قمتوا فيه أو انسحابكم من برنامج من المباريات كان يعني مثل ما تقول اعتصام منكم وليس للمبلغ المادي. نعم طبعا فريق الجامعة العربية المفتوحة لكرة القدم زين من افضل الفرق الجامعية بمجلس الجامعة بخصوص يعني على مستوى الجامعات في الكويت. يا ريت باختصار عبد الله اساس ناخذ الوقت. السنة طافت فريق الجامعة وصل للنهائي. نعم زين وصل للنهائي هو ما عنده تيشيرتات حق المباراة. نعم رسالة احتجاج. نعم الفريق يعني يقدر انه يوفر كل واحد يوفر تيشيرت ويلعبون. نعم دينار 3 4 رسالة احتجاج. نعم ان الجامعة احنا وصلنا للنهائي وانتم تيشيرتات مو معطينا مو معطيكم تم الانسحاب من دوري كرة القدم من النهائي. المعنى المفروض ان الجامعه هي اللي توفر لكم الانشطه مو انتم كقائمه مستغله توفرون الانشطه. وبذكر لك شغله استاذ ناصر. نعم الجامعات تفرض على كل جامعه زين رسوم تسجيل في دوري كره القدم 2000 دينار. نعم الجامعه هالسنه ما شاركت لانها مدافعه ال 2000 دينار. المعنى هي الجامعه ربحيه والجامعه قاعده اللي عارفه انا ان مدخول الجامعه سنويا تقريبا ما يقارب 5 ملايين تغريب. دينار من يعني العدد الطلبه 6000 طالب. وتقول انا جامعه غير ربحيه اذا الفلوس ال 5 ملايين دينار اللي قاعد تطلعها الجامعه بالسنه وين قاعد تروح ما ندري. عبد الله وبدر اثنينكم اعطوني الكلمه الاخيره لكم بس ابي اعرف وين مستقبلكم. سيد ناصر انا بقول لك شغله بخصوص الجامعه العربيه المفتوحه باختصار. عبد الله الطلبه ضاعوا بين مصالح الاداره. نعم مع مصالح اداره بالاضافه الى المتنفذين الموجودين بالدوله. حلو واحنا اللي منضرين. حلو خلنا نسمع كلمه بدر مستقبلكم وين وكلمتك الاخيره. مستقبلنا بين ايد وزاره التربيه المتمثله بمجلس الجامعات الخاصه. حلو وبين اداره الجامعه العربيه المفتوحه مستقبلنا بدينهم. نعم هم اللي بايدهم يحلون كل شيء. شكرا لكم. الله يعطيك. شكرا لكم عبد الله المنشد، شكرا لك بدر الفضلي على حضوركم معنا، وان شاء الله اتمنى من اداره الجامعه وكذلك وزاره التربيه من خلال مناشده بدر وكذلك مناشده عبد الله، يقول لك الموضوع بينكم، بين وزاره التربيه وبين مجلس اداره الجامعه عدل بدر. مجلس الجامعات الخاصه. مجلس الجامعات الخاصه، يا ريت ان الحل تاخذون الحل باسرع وقت ممكن لان مستقبل الطلبه بين ايدكم. الطلبه الحين مشغولين بوقت امتحانات وهذا هم الحين موجودين عندنا هنا في لقاء خاص على اساس يعرضون مشكلتهم. المعنى المفروض كانوا هم يكونون الحين بوقت دراسه او بوقت مخصص للدراسه. شكرا لكم متابعينا، اذكركم بالاعاده راح تكون الساعه 8:30 الصبح. مع السلامه.